بعد ما يضرب الطيران الضربه بتاعته الاولى هيرجع طيران المدفعيه هتغطينا من خلف القناه 120، المدفعيه 120 هتضرب غير مباشر على المواقع بتاعتهم. اثناء ضرب المدفعيه 120 احنا هننزل الميه. برضو ما زلنا برضو في غيبوبه والواحد يعني مش في دماغه. فعلا الساعه 2 بالدقيقه لقينا زن الطيران بتبص ورانا، لقينا الطيران جاي زي الطيور المهاجره كلها جايه من السويس كله. قلنا بس ما عادش بقى ايه هو الوضع ايه حكم، فعلا هنعدي الطيران ده. بنبص فوق مننا لقينا الطيران بتاعنا دخل كله. طبعا الطيران ما دخل قعد يضرب في الموقع اللي جوه وراح راجع طيران. مجرد ما رجع طيران لقينا المدفعيه فعلا ال 120 هاون بتضرب من خلف القناه الناحيه الثانيه. واثناء المدفعيه تضرب كنا احنا بالدقيقه في الميه بالقوارب البلاستيك. الطيران ضرب كانت المدفعيه 120 غطت لنا السما بتاعنا فوق القناه. نزلنا الميه بالقوارب البلاستيك، كان كل قارب مع المجموعه بتاعتنا، مع الفرد الثاني والثالث شريط صواريخ، والقارب محدد له مكان معين في الواجهه الثانيه نطلع بيه نطلع عليه. طبعا واحنا في الميه شيء الهي كده طلعت كلمه الله اكبر ازاي؟ ماناش عارفين بصراحه، لا حد قال لنا قول الله اكبر ولا حد قال لنا تعملوا كذا، احنا لقينا كده نفسنا الله اكبر. تبص على ايدنا اليمين في القناه تلاقي مفيش ميه، في رجاله، في قوارب بلاستيك، والشمال طول القناه قد على عينك، احنا ايه اللي وراها؟ فبرضه كانت لحظه يعني رعب شويه مننا. بدانا نزحف اساتير من فوق اللي كانوا عاملينه مش عليه العربيات الدوريات بتاعتهم والكلام ده، نبص مش لاقيين اي حاجه، لا عسكري اسرائيلي ولا دبابه ولا عربيه جيب ولا حاجه خالص، ملعب فاضي، ملعب فاضي قدام مننا الموجود، ملعب بالظبط، ملعب استاد فاضي ما فيش حاجه. وعلى بعد الطيران اللي ضربه شيء من الدخان، دخان في مواقع، في دبابات، في عربيات مضروبه، الدخان بس. نزلنا من عساتر طبعا لحد دلوقتي ما فيش ولا طلقه اسرائيليه جت لنا الموجه الاولى بزين، ما فيش حاجه خالص نهائي. فبدات العساكر تعدي والله اكبر، واللي يبص على الرمله ويبصها، واللي يبص على الارض واللي يسجد. ونزلنا من عساتر اضطرابي ما فيش حاجه خالص. مهمه الطقم بتاعي اللي انا كنت موجود فيه، ان كنت شغال مع قياده الفرقه 19، اتفصلت انا على الكتيبه مع قياده الفرقه 19. كانت مهمه السريه بتاعتي بالذات ان احنا امن عين موسى، يعني ازاي امن النقطه بتاعت عين موسى؟ ما فيش دبابه تطلع منها، ما فيش عربيه تطلع منها، وما فيش عربيه او دبابه تيجي من النقطه من جوه من عين موسى توصل نقطة بور توفيق، اللسان بتاع بور توفيق. أنا بأمن بين النقطتين، بين النقطة بتاع بور توفيق وعين موسى، بحيث ما فيش حاجة تطلع من بور توفيق نهائي ولا حاجة تيجي لهم داد، بحيث الصاعقة والمشاة يخشوا على النقطة دي يحاولوا يخلصوا عليهم. يعني من أكبر النقط النقط القوية كانت هي نقطة بور توفيق. وقلنا ليه نقطة بور توفيق؟ لأن على شبه جزيرة ثلاث شواطئ مية، فكان صعب اقتحامها. اللي خش منها الشهيد جمال عزام، أنا سمعت بعدها منها يعني، لأن ما كانش دوري أنا في المواقع دي، واستشهد فيها كتير في النقطة دي. مجرد ما نزلنا من على الساتر، من الساتر الترابي، بعد بتاع يمكن 10 دقايق أو ربع ساعة بكتير وإحنا ماشيين متحركين على الرمله، جت لنا اول طلقه مدفعيه من اسرائيل. حبينا نقعد ونمسك صواريخنا، كان المقدم قال لا. هما كانوا عاملين شطر بتاع القناه عاملين ورا منه ثلاث سواتر، سترين او ثلاثه تراب، بحيث هو لو جاي من نقطه عين موسى او جاي من جوه ما لحقش يركب الساتر بتاع القناه، يركب الساتر قدامه، بحيث يبقى برضه يتحكم في اللي هينزل من القناه. فالمقدم بيقول قلت له قال لا، احنا لازم نوصل اخر ساتر عشان يبقى ان انت مواجه للدبابه
لازم انا من ميزه صاروخي ان انا ابقى على ارض مسطحه شايف الدبابه قدام مني، لان هحكم الصاروخ فيها، بتحكم الصاروخ. الصاروخ اللي معايا برضه من ميزته يعني انه بروح 3 كيلو في مسافه بسيطه بتاع 27 ثانيه. الصاروخ بيعمل دوران حوالين نفسه طول ما هو ماشي، الدوران ده عشان يفكر لي السلك اللي معاه اللي هو متوصل بيه القاعده اللي معايا، عشان اديله الاوامر بتاعته، اتحرك يمين اتحرك شمال فوق تحت. الناحيه الثانيه الصاروخ كمان بتاعنا ده لا له ارض ميته، مجرد ما بتفك على الزرار بتاعه بيطلع دي مش عارف تعمل معاه خالص. الصاروخ هي 3 كيلو، وكنا بننتظر الدبابه كمان بتيجي لبعد حوالي كيلو ونص 2 كيلو عشان اتحكم فيها، لان لو رجعت على لو انتظرتها على 3 كيلو ممكن هي ترجع على 3 كيلو، يبقى انا الصاروخ بتاعي مش هيوصلها، هيسقط في الارض، يبقى مفيش حاجه. يبقى احنا كنا لازم نتحمل قوه اعصاب رهيبه، بحيث الطيران بيضرب من فوق، فهي بتضرب دبابه داخله عليك بسرعه جنونيه بتضرب وانت قاعد، لدرجه ما معانا العساكر المشاه اللي حوالين مني، وكان كلمه بدر العصوبي دي كانت مشهوره، الاهرام العربي كتبت عنها في البدر بتاع الصغير، يعني كانوا بيصرخوا في الكلام ده. طبعا انتظرت حوالي ساعه اثنين، مسافه 2 كيلو موجوده، وجت اول ثلاث اربع دبابات اتحركوا حوالي 2 وثلث و2 ونص، جينا على شط القناه داخلين علينا عشان يخشوا على القناه. راح متنصب بالصاروخ، ولاد فرد اثنين نصب لي الصاروخ بتاعي، وراح مديني السلك بتاعه بتاع اللي هوجه عن طريقه، ورحت ضرب الصاروخ. الحمد لله بفضل ربنا اول دبابه كرات مدمره، الثانيه والثالثه ما لقوش يرجعوا، واحده رجعت والثانيه رحت ضربها. ده كان اول ضربه ليا صاروخ حقيقي في القناه. ضربت اثنين حوالي ساعه اثنين وثلث اثنين ونص، وراحوا راجعين تاني الاثنين التانيين. مركزنا احنا بقى على الساتر ده وموجودين عليه طول النهار. هم عرفوا مدى الصاروخ، وقفوا على بعد 3 كيلو او 4 كيلو اللي هو عند النقطه القويه بتاعت عيون موسى. ممنوع بقى ايه دبابه تيجي. الفتره دي احنا ما اتحركناش على اساس النقطه القويه بتاعت بورتوفيق، مش هنتحرك من هنا اتجاه عين موسى الا لما النقطه القويه دي تسلم نفسها الموجوده. النقطه القويه دي سلمت نفسها بعد بعد يعني معركه فاصله كبيره بين قوات المظلات الصاعقه مشاه، قدروا يسيطروا عليها. انا يمكن اول مره كنت اشوف الولاد الصاعقه بصراحه رجاله بصراحه، دول ناس يعني مش عاوز يعني امجد فيهم اكتر من كده، عملوا وجبهم. الولاد طالعين من النقطه القويه اشتباك، طبعا هم مدربين، هم مدربين على الاشتباك الفردي، زي التعامل مع الفرد بلياقته البدنيه، بالتعامل بالسلاح بتاعه، بالسلاح بتاعه اللي موجود. انما انا مش دوري، انا دور اضرب الدبابه بس. رجعوا الولاد لانهم جايبين الاسرى الاسرائيليين ومعدين علينا بالظبط منظر ناس كانوا في مجزر آلي. الرجاله بتاعتنا بتاعت الصاعقه احنا نفسنا بقينا نسقف فيهم تصاوريخ. الولاد جايين اللهم صل على النبي، يعني شباب زي الورد، دم كل هدوم الافرولو، وجايبين مجموعه معاهم الميت واللي حاطينه في العربيه جيب. وبعد ما جابوا خدوا النقطه القويه دي، طبعا النقطه القويه دي صعب تدمرها عن طريق مدفعيه او طيران. ليه؟ النقطه القويه اللي عاملينها دي تخيل مبنيه، النقطه القويه مسلحه، السقف بتاعها كله خدوا سكه الحديد بتاع خط العريش بتاعنا كله، وكان دي معمول طبقه فوق الايه النقطه القويه، فوق السكه الشريط سكه الحديد، النقطه كلها السقف ده فوق السقف كله اضمن سكه حديد، فوق منه رم كميه رم، فوق منه مكعبات دبش ابيض موجوده حوالي عن 3 4 متر 5 متر مكعبات موجوده. فكان مش صعب، وكل مكعب منهم مش كان محطوط كده، لا كل مكعب لوحده، بحيث لو انضرب مكعب منهم ما يهلش
بقيه مكعبات. فكان الطيران بيضرب والمدفعيه برضو النقطه ده ايه حصينه 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 موجوده. قعدنا 3 ايام موجودين في النقطه دي. يوم بالليل يمكن دي برضو كانت حته ما اعرفش حد يتكلم فيها، لا هو الناس اللي كانت معانا موجوده تعرف. دينا بالليل اخر نهار حصل ضغط دبابات بتاعتهم. احنا بالليل عاوزين فليرز، عشان اضرب انا بالليل لازم الدفاعيه تضرب لي فليرز مضيء عشان انا اشوف الدبابه اعرف اضرب اوجه صاروخ. ما حصلش، حصل فيه شيء من الارتباك شويه، ما حصلش معانا فليرز ولا ضرب فليرز، حتى المضيء كان ضعيف ما ضربناش. قدرت بعض الدبابات الاسرائيليه، ودي يمكن جت يومها في نفس اليوم بالليل، اخترقت الحاجز بتاعنا وركبت الساتر بتاع القناه. ده هم وراه مني على الساتر واحنا الناحيه الثانيه. معانا النقيب، كان معانا نقيب حلمي ومقدم حسام، فبقول له ايه الحل؟ الدبابات بقت ورا مننا موجوده ورايا على القناه ومسافه قريبه بس مش عارف اضربها، تضرب شيء فين؟ يستعملوا معاها. احنا بقينا محتاجين بقى صغير قدام مننا جاب من موسى بورتو في كبنا دبابات شويه ورا مننا. في بعض يعني حصل دربكه شويه، فالمقدم الرائد بيقول لي طب ايه الحل؟ قلت له ستك شوف احنا احنا بيننا وبين الموت، يا بنطلع علينا النهار يا الدبابات دي رجعت تاني، لان الدبابات لا يمكن هتستمر على القناه من فوق، لان مش عارف الخلفيه بتاعتنا على القناه بتاعت الطرف الثاني. اذا لازم الدبابات دي تتسحب مع اول ضوء وترجع تاني سينا جوه. والحمد لله فعلا تم. الدبابه تيجي تعدي من الساتر، هم الساتر بتاعهم ترابي اللي هم عاملينه، كل مسافه بتاعت 500 متر او اقل او 300 متر عاملين فتحه بين الدبابه عشان تعدي منه تركب الساتر. الدبابه تعدي منه راحت القناه، احنا نلف بالساتر من ناحيه ثانيه، عملنا زي ايه بنلعب ورا منهم، هم يجوا من ورا الساتر من ناحيه الشرق احنا نيجي على الغرب، هو جه على الغرب احنا نيجي على الشرق. وفعلا انسحبت الدبابات ورجعت اتجاه عيون موسى مره ثانيه. فضلنا احنا هناك كام يوم لما اتعمل الكوبري، كان الكوبري بتاع الشيخ احمد حمدي الله يرحمه، كان اتعطل لان هناك كنا سمعنا ان تم ضربه مره واثنين وثلاثه. ويقال كان ساعتها ان اليو ان اللي كان بيدي الاحداثيات للجيش الاسرائيلي بضرب الكوبري الموجود. احنا ما كناش نقدر نتحرك من المنطقه دي الا بعد ما تتسلم نقطه عين موسى بورتوفيق والكوبري ينتصب. كنا جالنا احنا الاوامر ان احنا بدل الميكانيكا ده يتحرك عشان خاطر السماء الجوي ما كانش يعني هيقدر يحميه، ان احنا نتحرك ماشي. جينا اخر ضوء، مع اخر ضوء بالظبط بدانا نتحرك في اتجاه عيون موسى. طبعا انت شايل صواريخ كل جهاز الحكم بتاعك وشايل معدات فرديه وزمزميه وميه وتعيين قتالي، قصه تانيه يعني. خلال اللي احنا متحركين ماشيين كام ده، يعني كنا مجموعه كبير مش انا يعني اللي لا، ده مجموعه من المشاه والهاون يعني مجاميع كبيره يعني، مش انا لوحدي يعني اللي كنت متحرك موجود يعني. التطوير، خلال التطوير واحنا نجوم واحنا ماشيين بدا الطيران الاسرائيلي بالليل واحنا بنتحرك يهاجمنا، يطلع يضرب الفيرس فوق وينزل ياخد خط بالنبال على المتحركين. يس، مجرد ما السماء تقيد احنا كلنا نقعد في الارض كلنا، تدي اوامر لكل القوات اللي معانا. يخلص المضيء نتحرك، يخلص اللو نتحرك. يعني قعدنا لحد حوالي الساعه يمكن 4 5 قبل الفجر، لحد لما وصلنا ال 13 كيلو دولي اللي هم عند عين موسى. طبعا انت وصلت نقطه عند احنا ما كناش نعرف النقطه ايه اللي فيها. احنا وصلنا النقطه دي بتاعت عين موسى دي ما نعرفش حاجه. جالنا اوامر ان احنا هنثبت هنا خلاص. ليه؟ هنقعد على 14 كيلو. لان قاعده الصواريخ اللي هي سام اللي في البر الثاني اللي عند المنطقه بتاعتنا هتغطينا لحد عيون موسى فقط لا غير. مش هتضرب اكتر من 30 كيلو وهي بره القناه بتاع 10 كيلو او 7 كيلو واحنا جوه بتاع 14 كيلو او 6 كيلو. فاي غطاء جوي مش هيبقى موفر لحمايتنا بعد التحرك من عين موسى. لازم نعمل ستوب في عين موسى.
طبعا انت حصل ان احنا عملنا ستوب فانوس، انت قعدت في مكان لا انت عارف ايه اللي يمينك ولا ايه اللي شمالك لسه ولا ايه اللي قدامك. يبقى كان مطلوب مننا كل واحد لازم يعمل حفره برميليه او حي او قط، يعني ينزل في الارض باي جزء يحبس يطلع عليه النهار يبقى مداري فيه ما يتحركش. كلنا بقينا نفخر بالفردي بالكريك الفردي، وانت وحظك لما كل واحد عمل حته له حفره ويقعد فيها. ورحنا نصبين الصواريخ بتاعتنا، اثنين حطوا لي صاروخ يمين صاروخ شمال بحيث تجاه الدبابه ابقى اقدر اتحكم يمين او شمال. وقعد مع اول ضوء انا مش شايف غير جبل قدام مني، ما اعرفش النقطه القويه بتاعتي مثلا فين، لانها كانت معموله تحت من مستوى الارض ما كناش نشوفها نهائي. فبدات الدبابات بتاعتهم تهاجمنا الصبح مع اول ضوء. الحمد لله بفضل ربنا برضه ضربت وقت اثنين او ثلاثه ثلاث دبابات. هم مجرد كان عندهم الجبن برضه، يعني مجرد ما ضرب دبابه او اثنين او واحده منهم الباقي كان يرجع، ما كانش بيطور اللي جوه. عرفوا ان في منطقه صواريخ، المنطقه دي فيها صواريخ. بداوا هم بعيد عن عين موسى موجودين، واحنا قاعدين قبل النقطه بتاعت عين موسى دي، لسه لحد دلوقتي مش شفنا عين موسى ولا شفنا النقطه بتاعتها. طلع الطيران بتاعهم يضرب طيران الفانتوم بتاعهم، احنا كلنا في الحفر البرميليه، الطيران بتاعنا اتعامل معاهم بعد طلعه جويه بصراحه، يعني بعد الطلعه الجويه الاولى يمكن ما شفناش الطيران المصري مره او مرتين خلال الفتره دي كلها. كان الملعب فاضي او السماء فاضيه للطيران الاسرائيلي يعمل فينا اللي هو عايزه الموجود. بالليل في نفس اليوم بالليل قعدنا جالنا اوامر ان احنا هنركز هنا، مش هنتحرك عن المنطقه دي نهائي عشان خاطر الغطاء الجو. قعدنا صبحوا بالنهار كل واحد قاعد في حفرته ممنوع يتحرك، تيجي دبابه تعمل تطوير هجوم عمليه كر وفر، احنا بس ما بنتحركش موجودين. خلف مني المشاة والهون 82 وبيت المشاة كلها الميكانيكا كلهم موجودين ورا مني. قعدنا على هذا الاساس بتاع ثلاث اربع ايام موجودين. في فوجئنا ان اولاد من المشاة جايين جايبين معاهم افراد جديده ولبس جديد يا جدعان في ايه؟ قالوا ده قدام منكم على بعد 200 متر اهو او 300 متر النقطه القويه بتاعت عين موسى. وجبتوا ازاي هناك وعملتوا ايه؟ مين هناك؟ قالوا مفيش حد نهائي. مش انتوا كويسين عننا، احنا نروح برضه. بدانا نتحرك احنا واقفين بالليل، رحنا النقطه القويه بتاعت عين موسى. كان لسه يمكن اثار الدخان وريحه الدخان فيها. طبعا داخل مكان لا انت عارف فيه ايه ولا ايه اللي جوه. دخلنا المكان وبعدين خدت معانا مجموعه، واحد معاه رشاش والسلاح الطبنجه بتاعتي كان سلاحنا شخصي، كل واحد طبنجه 9 مللي، وواحد خد قنبلتين ادويه. قلنا احنا بقى وحظنا هننزل المعسكر شمال، احنا نجيب منه عادي. لان المعسكر ده هون بالليل دخلنا جوه المعسكر في ريحه دخانه، لقينا عباره عن فندق مش معسكر، فندق. وطبعا هم لساعه الضرب سابوه وجري كلهم، سابوا المعسكر وجري كلهم. يبقى المعسكر ده خشيت جوه زي ما هو بهدومه بلبسه باكله بشربه بكل فيه موجودين. بدانا ناخد منه علب عصير وعلب شوكولاته وخدنا الهدوم منه وخدنا حاجات كتير منه، يعني حتى ما زلت عندي حاجات لحد النهارده وعندي في البيت منه من الموقع ده. جبت انا منه يوم كوره ولبس وبدله بدله وبتاع ومش عارف ايه. ورجعنا بالليل، احنا بالليل ممنوع بالنهار ما حدش يتحرك، هو ما حدش هيطلع بالنهار ولا يبص فوق، كلنا في الحفر تحت. بدانا نوسع في الحفره بتاعتنا شويه شويه على اساس نقدر ناخد راحتنا فيها، لان دي يعني خلاص ما فيش لنا ما تحرك غير دي موجوده. فبظروفها المقدم بمر علينا والنقيب حلمي بمر علينا واحنا في بالليل يشجعنا في ايه عاوزين ايه في كذا بتاع مش عارف ايه، لقاني لا حاطط كوره تحت راسي ونايم كده وبدت في الحفره. فبقول ايه
تروح فين؟ قلت له كنا امبارح بالليل حصل كذا 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 كذا. انت ايه اللي وداك؟ وانت كان دايما متمسك بيا المقدم هشام، لان اثناء التدريب في الكتيبه كان كنت الحمد لله بفضل ربنا يعني كنت مميز شويه، عشان كده انا داخل خدت رقيب اول قبل ما اخش الحرم من اللي هو عبد المنعم مواصل، خدت رقيب اول قبل ما اخش الحرم، خدت رقيب ثلاث شرايط من اللي هو عبد المنعم مواصل. فكان دايما متحفظ عليا شويه عشان خاطر التعامل مع الدبابات، يعني كان يخاف اللي انت عايز اجيبه لك بس ما تتحركش. الراجل قعدنا هناك حوالي في الفتره دي موجودين هناك. فجئنا في يوم من الايام، ما افتكرش كان يوم 20 او قبل 20 بتالي، ان الطيران اللي ركب معانا رداوة كان كل واحد كان اكتر معانا المجموعه، كل واحد جايب معاه راديو ترانزستور صغير كده كان ايامها مشهور، فبنسمع الاذاعه الاسرائيليه ولسنتنا. فلقينا بول تم ايوب جند المصري تم ضرب البلاد الجيش الثالث، مفيش تموين هيجيلك، فسلم نفسك لاقرب جندي اسرائيلي. ايه يا ولد احنا اسرائيل قدام مننا، انت ده ايه؟ والاكل بيجي لنا تعين اهو، الاكل كل يوم العلب معلبات جايه لنا، منين تم الضرب؟ ما عرفناش الحصار الا لما لقينا علبه التعيين القتالي اللي كانت بتجي لنا دي في كل يوم جات لنا على يومين. قال لك العلبه دي هتاخدها على يومين، بقت ثلاثه بقت اربعه علبه القتال. طبعا علبه القتال دي يعني كنا يعني ما اقولش يعني ما تاكلش طفل علبه القتال التعيين دي. ففعلا عرفنا ان في تم حصار الجيش الثالث. كانت فرقتين، فرقه 7 والفرقه 19 تقريبا اللي هم كانوا في الحصار. في الفتره دي اللي هو عبد المنعم واصل ما عداش معانا، اللي فضل معانا كان العميد احمد بدوي اللي كان موجود معانا في الناحيه الثانيه. جات له ترقيه ان هو يبقى قائد الجيش الثالث في معانا هناك في البر الثاني في الموسى. بدات التعيينات القتال دي تجي لنا يعني صعبه شويه. جينا بالنهار فوجئنا ان الطيران بتاعهم الهليكوبتر بيرمي مناشير ورق، هات معايا برضو المنشور الورق، المنشور الورق ده مكتوب عليه بطاقه امام جند المصري ناحيتك على بعد تم ضرب امدادات الجيش الثالث، لو وصلك تعيين ولا ميه ولا اكل ولا شرب انت محاصر، سلم نفسك لاقرب جندي. انا معايا نفس المنشور بتاعهم، سلم نفسك لاقرب جندي اسرائيلي حتى تضمن معاملتك كاسير حرب. طبعا احنا طبعا لا يمكن من المستحيل ان احنا هنروح الفتره دي. برضه نرجع شويه ميه، ما فيش ميه، كنا بنروح نجيب ميه من عيون موسى نفسها. عيون موسى دي كان العرب عاملين قطعه من مسلح كده عشان يصنعوا منها الاكل بتاع حاجتهم يعني القطيع بتاعهم او حاجه، كنا نروح بالليل لا نجيب الميه منها من عيون موسى. استخدمنا عيون موسى دي، كان الحظ كويس يعني كنت في عيون موسى بالظبط في النقطه، فما حسيناش بقله المياه بصراحه يعني في المنطقه اللي انا فيها. قعدنا لحد وقف اطلاق النار في المنطقه دي، ضربوا هم عيون موسى، ضربوها بالنبره عشان يكشفوا اللي يروح. جينا احنا قال لك في وقف اطلاق النار. الفتره اللي احنا اخذناها من بعد ما وصلنا هناك عيون موسى كل يوم ال 24 ساعه طيران من الصبح من اول ضوء لاخر ضوء فوق مننا، ما فيش واحد مننا بيتحرك طول النهار، كلنا قاعدين في حفرة كده، ما حدش مننا يقدر يطلع من حفرته، طيران كده فوق مننا، ما فيش له حل. وطيران كان في دماغي، كان في يعني في فكرهم ان هم هنستسلم هياخدونا اسارى، فما جاش يضرب العساكر، بيدور على دبابه، يدور على عربيه يضربهم، واحنا بالنسبه لهم عادي. بس احنا مدنيين، ينزل ساعات يضرب بالفكرز بتاعه، احنا ما لناش دعوه، اللي تنزل عليه الطلقه
هو بقى ونصيبه شهيد اللي ما تنزلش، ما فيش واحد ينزل. خدنا الفتره دي هم يضربوا بالليل مدفعيه، وطيران يضرب علينا بالليل، وطيران طول النهار. قعدنا الفتره دي يعني فتره الحصار، يعني فتره صعبه لحد وقت فتره النهار ما فيش حركه. تخيل انت بقى مثلا 15 يوم او اكتر بتاع 20 يوم وانت قاعد في حفره طول النهار، تتحرك شيء بالليل، بالليل بس نطلع نتكلم بعض، واللي ناقصه حاجه نتكلم مع المقدم والحاجات دي. المهم لما جينا قالوا هو وقف اطلاق النار. في الفتره دي انا كنت مجموعه دباباتي اللي ضربتها كان حوالي 11 دبابه. في دبابه بعد اخر يوم وقف اطلاق النار كانوا قدام مني على بعد 2 كيلو دبابه بتطلع فوق الساتر تضرب وترجع، تضرب وترجع، تطلع الساتر تركب الساتر. دي يمكن من ضمن الدبابات اللي هو احمد بدوي حصل يعني كملها، يعني طلع احمد بدوي دي بتطلع تقعد ثواني فوق الساتر وتضرب وتروح راجعه. المنطقه بتاعتنا بتاعت عين موسى دي كان التركيز عليها كلها انه هيخش بحري، فما كانش بيحصل هجوم دبابات عندنا بكميات اللي احنا نعرف نصاب منها. هو كان عمليه ان احنا ندننا قاعدين لابدين ساكتين وهو دخل بحري الادبيه وبور توفيق، فكان بيناوشنا ببعض الدبابات كل فتره يطلع ثلاث اربع دبابات يقول لك ده ما عادش هنا ايه يعني عساكر مصريين، يعني هنا خلاص المنطقه نطفي. يحب يطور الهجوم اللي هي طالعين له زي العفاريت تضرب له دباب يرجع تاني. الدبابه دي كانت بتطلع فوق الساتر، الساتر موجود، تطلع فوق الساتر تضرب كام طلقه تستمر فوق الساتر ده بتاع 10 ثواني 15 ثانيه تضرب وترجع. انا بيني وبينها حوالي برضه 10 15 ثانيه، يعني ما يجيش 2 كيلو بيني وبينها. فالمقدم قعد معايا والنقيب حلمي وعظمه ماهر، فقلت لهم ايه رايكم؟ كاقتراح يعني. ودي كانت من اهم الدبابات اللي ضربتها. طبعا راح اللي هو احمد بدوي الكلام ده، احمد بدوي كان يومها بعت لي ترقيه ركيب اول مجند، ويمكن انا بتكلم كلمه ركيب اول ليه؟ يمكن ما فيش مجند نادر قله من القوات المسلحه ان خد ركيب اول، حتى لو خد بياخدها شرفي، ياخد الرابعه شرفي. لا انا خدتها اوامر بشهاده المعافاه بنموذج 51. حتى كان في لقطه لطيفه يعني في التريه دي، ما جت لي التريه دي من اللي هو احمد بدوي مساعد التعليم بتاع الكتيبه كان معانا، رفض ينزلها، رفض ينزلها، قال لها ازاي ركيب اول مجند دي يعني ما ينفعش ياخدها ركيب. فاتصل بالمقدم بتاعنا، المقدم راح متصل بأحمد بدوي، شد يومها مساعد التعليم وراح تنزل اوامر رقيب اول مجمل، وبعدها راح جاي لنا الترقيه بتاعت نقطه الجمهوريه من العسكري من الطبقه الاولى من السادات، ضربت 12 دبابه اسرائيليه في ذا الموقف. برضه من المواقف الطريفه اللي كانت موجوده معانا، كان معانا مقدم كان اسمه مصطفى عفيفي. المقدم مصطفى عفيفي ده كان خد لواء وكان في رئاسه الجمهوريه في ليوان ومسك محافظ جنوب سيناء. الراجل ده من ضمن الرجال، الرجال فعلا اللي كانوا نشطاء ويجي كويس جدا. الموقف الطريف اللي كانت معاه، انا بعد اقول له الدبابه تصدر وقف اطلاق النار، الاكل قليل معانا، اقول له يا فندم انا عاوز اكل، يقول لي مفيش، اقول له طب انا حضرب اللودر اللي بيشتغل هناك ده بتاع اسرائيل، ولو ضربته انا هاخد صاروخي واتحرك بعيد وانت هتاخد الضرب كله، دي مش بتاعتك، يروح مديني. كان صحابي جدا جدا جدا، ونفعني المقدم المصطفى ده. هنا بعد ما طلعنا من الجيش، قبل ما طلعنا نطلع من الجيش، تم الحصار، قعدنا اربع شهور اللي هم فتره الحصار كلها موجودين، ومجرد ما انفتح الحصار فتح الطريق يمين وشمال فقط لا غير، يسمح بمرور العربيات. واول القطر الوحيد اللي كان بيطلع من عندنا من عجلود كان بيطلع حوالي الساعه 4 الفجر يوميا، كان ميعادين اثنين، ميعاد يطلع الساعه 4 الفجر من عجلود ويجي ميعاد من 8 من كوبري النيمون. فنزلنا ركبنا القطر بتاع الساعه 4، وكان طبعا
هندخل عين شمس والمرج والحميه والخط بتاع كوبري اوبا ده كله. كان وصلت معلومات ان اول دفعه جايه من السويس. طبعا احنا مجرد ما دخلنا بعد هيك ستيب وقطر الكلام ده لقينا محطات كل محطه فيها ناس في منتهى الحلاوه وشباب وحريم ورجاله وورود ويطلعوا القطر ويكلمونا. يعني حتى انا يمكن من ضمن الناس عشان انا اقدر اروح بقى سنه اقول لا ما كنتش هناك يعني بتهرب من كلمه انني كنت في الحرب عشان انا ايه ما اتعطلش واركب وانزل. ونزلنا كوبري الليمون طبعا كانت مقابله حفاوه فوق ما تتصور فيها. ونزلت انا طبعا ركبت من احمد حلمي ورحت على الدنيا العشرية. وطبعا لحظه السفر بتاعتي زي دي يمكن برضو من اللحظات اللي هي قريبه جدا. ركبت رحت زقازيق. انا قبل ما ادخل على زقازيق بمر على بلدنا على القريه اسمها العصودي قبل زقازيق ب2 كيلو. جيت عند البلد كان حوالي الساعه 2 الظهر او الساعه 3 كده. فقلت لو نزلت دلوقتي انا تخيلت منظر الناس هتشوفني ازاي. فانا بقيت يعني ايه قلت لا ما تنزلش كمل على زقازيق واهرب في زقازيق في اي كافتيريا ولا في اي حاجه اقعد يعني وانزل البلد بالليل. تشاء الظروف ان حصل مطر يومها في زقازيق مطر يومها فاضطريت اركب قطر 2:30 تطلع من زقازيق. مجرد ما انا اركب قطر 2:30 طيب هركب ازاي والناس تشوفني ازاي؟ لان بتوع البلد كلهم كان الميعاد الوحيد بتاع القطر اللي هو كل طلبه المدارس واولاد الجيم كان القطر الياباني كل بيت عربيه فيها كابينه قدام وكابينه ورا اللي هو الابيض بخطين قطر ياباني كان موجود. رحت واقف في حته بعيده وخليت القطر قبل ما يتحرك يا دوب بزنين ورحت قاعد في الكابينه من جوه بتاعت السواق ورحت قاعد. طبعا وقفت مداري لابس الزنط وحطيت الزنط على عينيا عند اولاد شباب من عندنا من البلد بصوا كده شافوني. اللي يشوفني بقى يجري مش بيسلم عليا يبص لي كده ويجري يا اولاد العفريت ده يعني كان موقف. المهم ايه لقيت القطر كله اتلمج عليا بتوع البلد من الزقازيق للبلد بتاع 3 كيلو اول محطه. نزلت المحطه الاولاد اللي كانوا موجودين قبل ما انزل مع المحطه مفيش خالص دقيقتين كان الخبر رص البلد وابويا وامي الله يرحمه رحمه الله عليهم. لقيت الاكثر الشباب بتوع البلد يعني هيشيلوني كده من على الارض شيل يا جدعان فرد يعني كانت لحظه سعاده والحمد لله تمت على خير وسردينا ارضنا رجعت سينا لينا زي ما بيقولوا المدن السويس والصوماليه وبورسعيد رجع اهلها لها وقدرنا بفضل ربنا وسلاحنا وتدريبنا وقواتنا المسلحه نسترد ارضنا واديناهم درس فعلا لا يصعب ان ينسوا نهائيا وما زالت المعركه تدرس في كل انحاء العالم في الكليات العسكريه وجود قوات بدون غطاء جوي شيء يعني موجود كان بالنسبه ليهم هم ابطل جدا في القضاء الجوي اللي موجود والحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.